راح نبدأ بالمحاضرة اللي هي Engineering Mechanics، اللي هي باللغة العربية، راح خلينا نسويها ملاحظات، الميكانيك الهندسي. زين، الميكانيك الهندسي فرعين، الدايناميك والستاتيك. الدايناميك علم الحركة، واللي احنا ما ندخل به، هذا ما ندخل به. وعندك علم السكون اللي هي ستاتيك، ما بي اي حركة، واللي احنا هذا موضوعنا. زين، قبل ما نطب موضوع المحصلة اكتب لك ملاحظة، يقول لك يمكن اعتبار الجسم البادي، يعني جسم شنو، سيارة، تريد جلاس، اي شيء هيك ابعاد عنده، مثلث، دائرة، اي شيء. اذا ما منطق الابعاد مالته، اذا لم يعطى ابعاد، يعني ما منطق هذا شنو وهذا شنو، هذا البعد شنو، اعتبره شنو، كأنه نقطة. يعني اي جسم ما منطق الابعاد مالته يعتبر شنو، نقطة. زين، هسه تقول لي هذا لعد شنو، هذا الخط اللي بيه سهم، هذول قوة. القوة تصير، خذني انتبهنا، عبارة عن شنو، خط مستقيم نهايته بسهم. الخط المستقيم عبارة عن القوة، الفورس، واتجاه القوة يحدد السهم. هسه اجي اني السهم سويته على الصفحة، اذا انا عندي قوة فورس، ارمزها اي رمز، اقدر ارمز له F او N او L، اي رمز انا اقدر ارمز. شنو الاتجاه مالته؟ هذا الصفحة. زين، انا عندي قوة رمزت الى M، الاتجاه مالته لفوق. اذا القوة عبارة عن كمية اتجاهية، كمية اتجاهية انه يعني شنو، الى مقدار، فرضا انه هذا القوة M مقدارها 500، وحدات مالته نيوتن، وحدات القوة نيوتن، اتجاه لوين، الى هذا الطرف. يعني انت ما تقدر تقول لي M تساوي 500 نيوتن. زين، من قلت لي 500 نيوتن لازم شنو تذكر بي، الاتجاه مالته وين صاير، ولا من شلون اعرف، بلكم اتجاه الجواب او هالصفحه او هالصفحه، فلازم مقدار وهم شنو عندك، اتجاه، يعني هذا الاتجاه وهذا المقدار. زين، نرجع على المنزل مالنا. ملاحظة ثانية، يعني هسا هذا عرفنا الاتجاهات، هسا هذا فرضا قوة F، هذا فرضا القوة N، هذا القوة فرضا R، هذا القوة فرضا T، أنا أقدر أرمزها. فهذا البادي، هذا البادي أنا ما منطيل أبعاد مالته، فأنا أقدر أحولها إلى شنو، كأنه صاير شنو عندي، هذا النقطة، ويأثر عليه القوة F، ومن فوق N، ومن الجانب على الصفحة الـ R، ومن جوالي فوق القوة T. زين، نجي ملاحظة ثانية، يعني أنا عندي ملاحظتين، هذا الملاحظة الأولى وهذا الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية إيش يقول لك يا، يقول لك يمكن نقل القوة لأي مكان شرط أن تكون على خط التأثير. نرجع على النوت، هذا النوت، نصير بالمحاضرة. زين، زين، أنا هذا القوة، أرمز عليه أي رمز، خلي تكون N. زين،
خط التأثير هو شنو؟ هذول الخط، يعني كأنه دا تحط مسطر عليه ودا تجر خطوط متقطعة، هذا خط التأثير. مال دا أكتب لك بالمو فصحى، يعني القوة إيه؟ يعني أني أقدر هم أرجع على الأزرق، أقدر أرسم الان هنا، يعني أمسح هذا أجي أرسم الان، أقدر أمشي على هذا الخط الأحمر أو أرجع بي أرسم هنا، يعني ما أرسم هذا ما أرسم هذا وهذا ما أرسمه، أرجع أسويها هنا. إذا القوة أقدر أنقلها لأي مكان بالشرط تكون على خط التأثير. أجينا ماخذ لي مثال، ماخذ لي هذا الجسم، هذا الجسم دي يأثر عليه القوة P والقوة M والقوة F. زين خلينا نبدي بالقوة F، شوف هذا الخط التأثير مالته، يعني أني أقدر أزحف F وأنزل لي جوا، شوف زحفت F هنا نزلت لي جوا، شرط شنو عندك؟ على نفس الخط التأثير مالته، يجيب غير قلم، برتقالي خلاص، نجي على الإم، هذا الإم هذا الخط التأثير مالت الإم، واضح؟ يعني أني أقدر أجيب الإم الى هنا، وصارت شنو عندي؟ هذا الام هنا واللي رسمته هنا ام. نيجي على القوه بي، خلي صور بنفسجي، هذا خط التاثير مات. اذا اني اقدر اجيب هذا البي واكتب ارسمه هنا، وصارت الرسم هنا بي. إذا ملاحظتين أنا عندي المهمة إنه الجسم إذا ما أنطي أبعاد أقدر أعتبره شنو هي النقطة، وثاني شيء واللي أهم شيء هذا اللي نمشي عليه بالأمثلة بالحلول، إنه القوة أقدر أنقلها على بس بشرط تكون على نفس الخط التأثير. خط التأثير هو شلون تعرفه؟ يجيب لك مسطرة عندك هاي القوة وجر لك مسطرة خط عليه، إذا هذا هي خط التأثير، تقدر تقدم القوة أو تأخر القوة. زين نجي المحصلة، المحصلة هي خلينا نقول عندك قوتين تريد تعرف محصلة مالته أو المجموع مالته، ومو شرط أن القوتين على نفس الاتجاه، يعني عندي قوتين الجبية. عفو رجال اللي فاتح الماك يسدها والكاميرا حتى هم سدها لأنه راح ضعف الخط مالك. إلياس فاتح الكاميرا مالك صح او سدها. زين عندك الرزاطة او المحصلة، قوتين قوة F وعندك قوة N، لو كان اثنين اتم يمشون هنا هيجي F وهذا وياه على نفس الخط، خلي صغير له هذا الان، انا كنت اقول المحصلة مالته مال هالقوتين عبارة عن قوة جديدة ارمزها فرضا R شو تساوي N زائدا F، يعني اجمع بيناتهم لانه يشتغلون نفس الاتجاه ونفس
خلينا نقول على نفس الخط التأثير، يعني هذا خط التأثير مال اثنين اتوم على نفس الخط. المشكلة وين تصير؟ إذا عندك القوتين ما منطبقة على بعض، يعني عندي هذا القوة F وعندي هاي القوة N وكو زاوية بيناتهم. إذا كانت انطباق كان الزاوية تصير شنو عندي؟ صفر. الزاوية المحصورة بين القوتين كانت تصير صفر، بس هناك عندي زاوية. فشلون راح ناخذ المحصلة مالته؟ خلني جيسة عفوا، المحصلة يقول لك نوعين، إذا القوتين متعامدين أو محصلة قوتين غير متعامدين. أنا من رسمت أو من هسه شرحتها، أنا شرحت على هيك شيء. وكو حالة إنه شنو الزاوية بيناتهم مش قد هي متعامدة، يعني 90 درجة. يعني هذا عندي القوة P وعندي هذا الـ Q والزاوية بيناتهم زاوية قائمة اللي هي شنو 90. يجوز شنو هذا هيك شكل تصير، يعني هذا حالة وهذا. المهم هذا مال قوتين متعامدين وهذا مال قوتين غير متعامدات. غير متعامدات يعني شنو؟ عندك الزاوية هنا أو الزاوية هنا ما تساوي 90، لا يساوي 90، بينما هنا شنو عندك الزاوية ساوت 90 فصارت قائمة. زين، محصلة سنجي على أول وحدة اللي هي نعم شو مسوي مال هي، ولو أنا مسوي هنا واحد واثنين، أعتقد هذا اثنين هذا واحد. زين، أول شيء نجي على المحصلة مال قوتين غير متعامدتين. يعني عندي قوتين هذا القوة P وعندي هذا القوة Q. زين، شو راح نبدا؟ اولا شوف مسوي لك اياه بالتبسيط السهل، خلينا نقول تقراها بس الملاحظات تفهم ان شاء الله. اولا لايجاد المحصله لقوتين غير متعامدتين اللي هي الزاويه بيناتهم لا تساوي 90 درجه، نكمل متوازي الاضلاع. يعني هذا القوتين من هالقوتين نعتبر احد القوى احد الاضلاع متوازي الاضلاع، والقوة الثانية الضلع الاخ مال متوازي الاضلاع، ونكملها. يعني هسه زين اجيت هذا عندي البي، راح ارسم خط من بداية او من نهاية هذا القوة كيو بحيث هذا يوازي بي، وارسم خط الاخر لا حيث هذا يوازي شنو عندي هذا القوة لا، فصارت عندي كأن شنو عندي متوازي الاضلاع، عندي هذا المتوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع جاي من اسمها، يعني عندك ضلعين كل ضلع يوازي ضلع المقابل مالته، هذا ضلع يوازي هذا ضلع. زين، هذا هسه سوينا متوازي الاضلاع. ثاني خطوه شنو؟ ننقل احد القوتين الى الخط الموازي او الضلع الموازي، نقول الضلع نفس الشيء الموازي له في متوازي الاضلاع، بالتالي نحصل على مثلث، وهذا المثلث اسميه مثلث القوى. زين نجي هسه هذا المتوازي الاضلاع، فتجي لو تنقل هذا القوة البي هنا او تنقل القوة كيو لهنا،
يعني أنا سويت هسه نقلت القوة بي لهنا، فش صارت هسه هذا الخط الكيو اللي هي باقية، أو القوة كيو باقية هاي فقط مكانها. البي جت هنا، هذا البي. فالمحصلة من شنو وين صارت؟ تبدي منا إلى نهاية هذا المثلث، أو تقدر تسويها من هذا المعلومة اللي هي بالملاحظة الأولى هم نقدر نضيفها. المحصلة تبدي من نقطة التقاء قوتين متوازي الأضلاع، يعني اكتب إنها المحصلة تبدأ من نقطة التقاء القوتان في متوازي الأضلاع. زين، بديت منها، تبدي منها، بديت منها، واضح. ورمزت للمحصلة R اللي جاي من كلمة resultant اللي هي المحصلة، وتنتهي بنهاية متوازي الأضلاع. يعني تبدي منها وتنتهي وين؟ هذا النقطة اللي هذا النقطة، هذا النقطة، هذا أرمز عليه نهاية توازي أضلاع. يعني أنا هسه عرفت المحصلة بدأت من نقطة التقاء القوتين، عندي هاي القوتين، إذن هذا المحصلة تبدي منها وتنتهي وين؟ أكمل متوازي الأضلاع. إذا نهاية متوازي الأضلاع هنا، إذا هذه شنو عندي؟ المحصلة. زين، هسه عرفت اتجاه المحصلة، بس أريد أسوي قياسات. القياسات مالنا دائما بالمثلثات نشتغل، فشلون أحول من متوازي الأضلاع إلى مثلث؟ هذا مثلث، أنقل أحد القوتين. هسه احنا نقلنا P، انت تقدر هم تنقل Q، فانقل ال P لهنا، نقلت هنا والمحصلة موجودة هنا R، وال P حصلت على مثلث. هم نفس الحالة اقدر اسوي، كانت هيك قوتين، هذا ال P هذا ال Q، ايش قلنا؟ جينا العفو نقطة التقاء القوتين وين صاير هنا؟ إذا أنا أعرف المحصلة تبدي منا هذا النقطة التقاء القوتين. زين، المحصلة نبدي يبدي منا، زين، بس وين ينتهي؟ ما أعرف شو أسوي. أكمل متوازي الأضلاع، أجي أرسم لي فد خط، فأنت بالمسطرة ترسم هذا الخط يواجه هذا الكيو، وارسم لي خط اللا يواجه هذا الخط، فصارت شنو عندي؟ متوازي الأضلاع. تمام، هسه عرفت انه المحصلة تبدي منا وتنتهي بنهاية هذا النقطة، هي نهاية متوازي الأضلاع. فصارت منا تبدي لهنا، هذا هي المحصلة. زين، احنا قلنا، انا قلت لك انه قوانين مالنا تشتغل على المثلثات فقط، فلازم نحولها الى مثلث. بالملزمة جبت البي لهنا، هسه لا، راح أغير أجيب الكيو لهنا، نفس الشيء ما يختلف من أجيبه، شو تصير
عندي هذا ال P وال Q صارت هنا واضح وهذا ال R للمحصلة هذا اسميه مثلث القوى زين نرجع هسه على المحاضرة مال على المزام عفوا على المزام المزام ايش يقول لك يا عندي قانونين كوساين لو عندي قانون لا ساين لو كوساين لو ايش يقول لك يا المحصلة تربيع سكوير يعني تربيع هنا اثنين هنا تربيع المحصلة تربيع تساوي حاصل جمع القوتين تربيع يعني هاي القوة الأولى تربيع زائدا القوة الثانية تربيع ناقصا اثنين ضرب القوتين القوة الأولى يعني في القوة الثانية في جيب تمام أو كوساين نسوي جيب تمام أو الكوساين الزاوية المحصورة بين القوتين داخل والثلث القوى خلينا نشوف هذا القوتين هذا P وهذا Q الزاوية المحصورة ايش قلت لك بين القوتين داخل مثلث قوة هذا مثلث قوة إذن دي يقصد هذا الزاوية واضح ورامز عليه فد رامز زاوية هذا الزاوية هيك نوع أو هيك مين كتب بيتا ينلفظ بيتا زين يعني ايش صارت هسه راح أسويها يعني بالإنجليزي خلي يصير المحصلة سكوير القوة الأولى كيفك تريد تسوي الـ P أو الـ Q تسويها الـ P زائد القوة الثانية ناقصا اثنين في حاصل ضرب القوتين يعني P في Q في جيب تمام أو كوساين الزاوية المحصورة بين القوتين PQ داخل مثلث القوة هذا مثلث القوى في هنا زاوية عن رامزها شنو عندي بيتا زين اني هذا الزاوية سويتها بيتا هذا الزاوية كيف يعني طبعا اني هسه هذا رموز اني براحتي مسويها هذا الزاوية هم ارمز له عليه هذا الرمز الفا وهذا رمز ثيتا زين خلي تصير هنا يعني الزاوية المحصورة بين القوتين او خلي تصير حسب الملزمة هاي الكيو هذا البي وهذا هذا الـ R في الزاوية المحصورة بيناتهم منها شنو رمزتها بيتا هذا B بيتا تمام والزاوية هاي هم اقدر ارمز لها فد رمز معين
كيف يعني اسوي؟ تريد اللي نسميه هنا نجي هنا نكتبه براحتك، بس احنا مفضل انه دائما بين القوتين داخل مثلث بيته، هو له هو مقانون. هذا هنا رمزت الفا، الفا رمزه هيجي الفا الفا هذا بالاخير. زين، هذا الزاويه بقت اللي هي تيتا، خلي يرمز تيتا. زين، سنرجع على الملزمة. هذا الكوساين لو شرحناه، اللي شنو بقى؟ بقى عندك الساين لو، يعني عندي قانونين يستخدمون وين اذا المحصلة مال قوتين غير متعامدين، لان بالمتعامدة عندنا غير قوانين. ساين لو شي يقول لك اياه؟ القوة على ساين او جيب الزاوية. خليه تبزين المقابلة لهم. خلي نرجع بالنوت نسويها. شو يقول لك ساين لو؟ يقول لك القوة على ساين الزاوية المقابلة له. خلي تصير يعني شنو؟ خلينا نشوف. ناخذ لنا القوة كيو، كيو على ساين الزاوية المقابلة لشنو؟ الفا. يساوي لنا نجي خلونا نسوي القوة بي، هذا القوة بي على الساين، هذا القوة بي الزاوية المقابلة إلى ثيتا. نسوي بغير قلم. بقى لي آخر قوة لي المحصلة مالته الزاوية المقابلة إلى شنو عندي؟ ثيتا. إذا ساين ثيتا. إذا ساين لو كلش سهل، عندك القوة والزاوية المقابلة. المقابلة يعني شنو؟ ما تجاوره أو ما تمسه. يعني ساني هذا القوة بي، هذا القوة ألفا تمسه وبيتا تمسه. إذا بقى بس شنو عندي؟ الثيتا اللي ما تمسه واللي أعتبره هي شنو عندي؟ المقابل مالته. فكتبت الثيتا. فأزيد من هذا ما عندك بالمحصلات مال قوتين غير متعامدين اللي هذا رسمناه بي كيو او حتى نا. هسه تقول لي هذا شلون اكملها؟ هذا سيتش رسم شلون اكملها؟ خلينا نرسمها او في الطوخ. اجي ارسم لي خط، خليك تروح هيك، خلي تروح. المهم شنو عندي؟ هذا الخط يوازي الكيو، واجي ارسم لي خط اللاخ اللي يصير غير لون، يوازي هذا. فهذا هسه صارت مثال، فحصلت لي على توازي اضلاع زين. المحصلة من وين تصير؟ تصير من نقطة الالتقاء هنا ونهاية امتياز الضلع. إذا أنا عرفت إنه هذا المحصلة، تبقى هسه
لو تجيب هذا الكيوب هنا او تجيب بي هنا، يعني هسه لو اجيب البي هنا راح اصيد شكله هذا الار، هذا البي، وهذا هي عندي الكيو، والزاوية المحصورة بين القوتين، القوتين عندي بي وكيو، هذا اذا اقول انه هذا بيتا، والبقية تريد هذا اسميه ثيتا وهذا الفا، براحتي اقدر لا اقول لا هذا خليه تصير الفا، خليه تصير هذا ثيتا، براحتك انت رموز ثابتة، بس خلينا نتفق انه ما عندي اشكال. اعتقد هم فد مثال حالة انه الزاوية بين القوتين، بين القوتين زين، مو شرط انه تكون بيته، بس على الافضل حتى نوحد انه ويا شو عندي بيته زين. نجي هسه طبعا هذا افتهمنا هسه القوتين اذا مو متعامدات والزاويه المحصوره بيناتهم مو 90 زين، تسويها بهذا القانون زين. اذا كانت متعامده يعني انا عندي شوف ان هذا عندي كيو وعندي هذا البي اللي انا راسم هنا طبعاً، هي أساساً نفس ما المتوازي الأضلاع، بس إن المتوازي الأضلاع يطلع عندك لو مستطيل لو مربع، يعني عندي هذا هذا القوتين، أجي أرسم هذا القوتين، ها منا بعد تشوف راح أرسم لي فت خط، خلي تروح عملي فوق مي هذا الخط يوازي بي زين، وارسم لي خط اللا، طبعا ارسم لي خط اللا زين، جريت هذا الخط، هذا الخط ينفس هذا، صارت هسه متوازي اضلاع بس شنو على شكل لو مربع لو مستطيل، هذا يعني شكله مربع او قريبه للمستطيل، مهم ما ياثر يمين زين. نفس الاسلوب السابق جينا انه دائما من متوازي اضلاع نقطه التقاء القوتين هي المحصله، تبدي من النقطه وتنتهي بالنهايه مالت المتوازي اضلاع اللي هنا صارت مربع او مستطيل، هذا اذا هذا هي المحصله، المحصله هسه زين. احنا بذاك الطريقه اللي غير متعامله كنا نجيب هذا البي هنا او نقدر نجيب الكيو لي فوق، هذا الحالة انا جبت البي ما يأثر، هي ناتم نفس الشيء، جبت البي هنا جبت البي وصارت هذا المثلث، هذا المثلث قائم زاوية زين. عندي قوانين مال المثلث قائم زاوية اللي قانون فيثاغورس شو يقول لك يا المحصلة او الوتر تربيع يساوي حاصل جمع الأضلاع تربيع، يعني عندي القوة الأولى تربيع زائدا القوة الثانية تربيع، فالقوة الأولى سينا شنو عندي بي تربيع زائدا القوة الثانية اللي شنو عندي كيو تربيع زين. بعد شنو عندي؟ عندي فد زاوية دائما هيك نخليها للمحصلة، أنا هنا رامزها شنو عندي ثيتا زين، هذا الثيتا يعني هو دائما قلنا القوة دائما مقدار واتجاه، الاتجاه هنا شنو عندك بدل ما نقول دا يروح للشمال للجنوب للشرق للغرب نقول زاوية، زاويته القد الزاوية شلون نلقاها، عندي مثلث قائم الزاوية، عندي مثلث أنا المحصلة يعني خلينا نقول مجهولة، بينما القوتين
هذا معلومة، كيو معلوم. استخدم شنو عندي؟ مقابل الزاوية ومجاور الزاوية معلوم. عندي قانون الظل. قانون الظل شي يسوي لك يا المقابل على المجاور. المقابل مال هذا الزاوية ثيتا شنو عندي؟ هذا اللي بي على المجاور مال هذا الزاوية او اللي يمسه شنو عندي؟ كيو. هذا شي يساوي انه يا ظل ثيتا. واذا اريد ثيتا، واذا اريد ثيتا تان اذب على الصفحة فراح تصير ثيتا تساوي لي تان انفيرس المقابل على المجاور. اللي بالنوت هم نرسمها. عندي هذا القوتين كيو، طبعا هذا الرموز مال القوة لا تعين حافة. كيفك انت تسوي F M L، بس انا حسب الملزمة دائم شي حتى ما تتخربط. هذا عندي ال P زاوية قانون او شرط، لانه حتى نقدر نطبق القوانين مالته اللي هي مال قوتين متعامتين. نجي نرسم خطوط الموازية، وهذا الخط الموازي واضح. المحصلة إذن من نقطة التقاء القوتين إلى نهاية إنها صارت مربع، مومية نفس الأساس اللي متوازي الأضع. هذا هي الـ A جي. جيت تريد أنقلها الكيو لي فوق أو لي جوا ما يأثره، ما خلي أنقلها لي فوق. يعني هذا جبنا لي فوق فصارت عندي البي بي هذا، وعندي هذا الكيو، وعندي هذا الآر. الآر على الأغلب الزاوية ما تتصير ويا شنو عندي؟ ويا الأفق، هذا الأفق أو الخط الأفقي. وتقدر هم تسويها ويا الخط العمودي، يعني هم تصير تقدر تطلعها هنا واضح. يعني هسه إذا أريد أطلعها هنا، طبعا أول شيء هذا هي عندي هذا المثلث، مو شيء مثلث قائم الزاوية. شوف هنا باو عندي هذا القائم الزاوية، شو يقول لك يا الوتر اللي هي سوي حاصل جمع تربيع الأضلاع، يعني P تربيع زائدا Q تربيع اللي هي فيثاغورس. زين الزاوية ألف هذا شلون راح أحصله؟ هذول معلومات ثانية، يعني حسب احنا هسه نشتغل نكنه معلومات. هذا مجهول، الآر مجهول، فأقول ما دام المقابل مال الزاوية معلوم والمجاور معلوم، إذا هي شنو عندي؟ قانون الظل. ظل تساوي المقابل على المجاور. هذا ماكو، زاوية ظل الزاوية اللي هنا ألفا المقابل كيو على المجاور بي. زين فرضا لا، احنا على الاغلب انا اذا اقول لك ويا الافق تطلع، اريد لا تطلع لي هذا الزاوية، هذا الزاوية فرضا نبيته. زين بالتبادل بالتناظر ما اعرف بالعربي شو يسموه، هذا البيت هي نفس هذا البيت، نفس هذا الزاوية، ما اعرف بالعربي شو يسموه، مهم نفس الزاوية، هذا نفس هذا الزاوية. زين انا اريد هذا الزاوية، دائما الزوايا نطلعها بالظل، اقول تنل بيتا شو يساوي؟ المقابل مالتي اللي هي هذا بي على المجاور اللي هي شنو عندي؟ جاور الزاوية هي شنو عندي؟ كيو. زين هسه تقول لي اريد البيتا، البيتا هنا تصير تن انفيرس
البي على كيو.